مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصة الموعد السياسي، الموعد السياسي لهذا الأسبوع. نستضيف الأستاذ رمضان أرواغ، وهو جزائري مقيم بأوكرانيا، بعاصمة أوكرانيا كييف، منذ سنوات، منذ عهد الاتحاد السوفيتي، وهو مشرف على مركز الأوراس للدراسات الجيو استراتيجية. أهلا بك سيد رمضان أرواح. أهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا على قبولك الدعوة. سوف نتحدث معك أستاذ أرواح اليوم عن أوراق رمضان عن روسيا. روسيا هذه القوة العظمى التي يعني جاءت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، ودور روسيا الآن في المنطقة الآسيوية والأورو آسيوية، وكذلك العلاقات الروسية العربية في ظل يعني ما تشهده المنطقة العربية من تجاذبات سياسية وحتى عسكرية قوية في المشرق العربي والمغرب العربي. سيد أرواغ، أول سؤال، اليوم روسيا مضعفة اقتصاديا بعد انهيار أسعار المحروقات في السوق العالمية بنسبة أكثر من 50 إلى 55%. وصل سعر الروبل في الأسابيع الماضية القليلة إلى يعني 100 روبل مقابل الأورو أو مقابل الدولار. يعني كيف تفسر هذا الانهيار في قيمة العملة الروسية، وما تأثير هذا الانهيار، انهيار سعر المحروقات وسعر أو قيمة العملة الروسية على الاقتصاد الروسي؟ نشكركم على الاستضافة، وبما أن السؤال يتمحور حول روسيا والوضع الاقتصادي الراهن، فإن روسيا الفيدرالية هي عبارة عن، نستطيع أن نقول، مرحلة من مراحل تطور ما كان يدعى سابقا أو يطلق تاريخيا بروسيا القيصرية، والتي أصبحت في المرحلة ما اتحادا سوفيتيا، وبعد تفكك هذه الدولة العظمى الاتحاد السوفيتي، كانت روسيا الفيدرالية في بداية التسعينات في حالة صعبة، في حالة، وكانت تراجعت كل أسهم الجيوسياسية لها والاقتصادية عبر العالم. ولكن بعدما أتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سلطة الحكم في بداية الألفية، بدأت الأمور تتحسن نوعا ما، ولكن لا أستطيع أن أربط ذلك بالسياسة، سياسة بوتين مباشرة، ولكن بأسعار المحروقات في الأسواق العالمية، ونقصد النفط. وكما تعرفون فإن يعني ارتفاع هذه الأسعار أدى إلى تبلور الاقتصاد، الوجه الاقتصادي لكثير من الدول الصادرة للمحروقات، وحتى الجزائر يجب ممكن أن نضمها إلى هذه الزمرة من الدول، حيث تحسنت المؤشرات الاقتصادية، نقصد الدخل في العملة الصعبة لخزينة الدولة. ولكن عندما الأمور بدأت تتحسن اقتصاديا، فإن بوتين أو القيادة الجديدة بدأت تستثمر هذه العائدات لإعادة تشكيل وتشغيل الآلة، نستطيع أن نقول الإمبراطورية الروسية، بضخ الأموال في مركب تصنيع الحرب وكذلك تكوين الإطارات. كما تعرفون أن روسيا لا تقاس فقط بالظروف التي كانت، يعني ظروف السقوط أو الانهيار في الشق الاقتصادي ربما السياسي، ولكن هناك مكونة وهي طبيعة الدولة التاريخية. فالدولة إذا كانت لها مقومات، نقصد التعليم وكذلك حب الناس للعمل والتعلم، وكذلك المقومات الطبيعية، ونعرف أن لروسيا مقومات طبيعية وباطنية من المعادن ومن مخزونات الأرض، كل ذلك كان مقوما وفعالا لإعادة أوكرانيا، ليس أقصد روسيا، دولة بوزن عالمي. نعم سيد أوراغ، يعني سؤالي في المجال، يعني كما قلت، بناء الآلة الروسية أو يعني إعادة الإمبراطورية الروسية إلى مكانتها، خاصة بعد يعني ارتفاع أسعار المحروقات. يعني المتبع للشأن الروسي قد يقول لك أستاذ أنه القيادة الروسية الجديدة قد يعني
مارست نفس سياسات الاتحاد السوفيتي سابقا، حيث استثمرت يعني معظم هذه الأموال أو عائدات المحروقات في يعني إعادة تحريك الآلة العسكرية الروسية أو الصناعة العسكرية الروسية، والتي هي يعني متطورة جدا، ولكن يعني أهملت المجال الاقتصادي الإنتاجي، الصناعة، الخدمات، الفلاحة، التي قد تكون يعني بديل للاقتصاد العسكري إن انهارت هذه الأسعار. ونحن يعني المتبع للشأن الروسي أو السوفيتي في الثمانينات بعد تدهور يعني أسعار المحروقات في 85-86، يعني 4 سنوات من بعد يعني شفنا انهيار الدب الأحمر الذي كان يسمى بالاتحاد السوفيتي. ألا تظن أستاذ أنه يعني نفس الأخطاء الاستراتيجية التي قامت بها القيادة السوفيتية في السبعينات والثمانينات يعني سقط فيها أو وقع فيها عفوا بوتين وقيادته الجديدة، خاصة في الخيارات الاقتصادية؟ نعم، فيما يخص الاستراتيجية الاقتصادية هناك تشابه، يعني لو نأخذ النموذج السوفيتي في الثمانينات نجد أن هذا النموذج بدأ يعني يتبلور بنفس المنطق، إلا لأمور أخرى وهي حساسة وسأذكرها، بأن عدا الضخ في المجال الحربي قامت روسيا وخاصة كذلك الاعتناء بالشأن التعليمي والكوادر العلمية، وباستقطاب يعني عقول ليس فقط من روسيا ولكن من كل الفضاء السوفيتي السابق، وخاصة في الشأن الذي يتعلق بالتكنولوجيا العالية. ويجب أن نفهم بأن روسيا رغم كل الأمور الاقتصادية ذات الطابع المدني، فإن التكنولوجيا الاستراتيجية والتي تستعمل ويدعى لها التكنولوجيا ذات الاستعمال المزدوج جد متطورة. هذا من جهة. من جهة أخرى، روسيا بدأت في الاستثمار ليس فقط في روسيا ولكن خارج الحدود الروسية لدعم اقتصادها. أما ما يخص شق الحريات وكذلك المجتمع المدني، طبعا هناك نوعا ما نلمس اضطهاد للحريات، لأن القيادة في روسيا تفهم بأن الدولة الشمولية وهي التي تمت استنساخها مرة أخرى في الألفية لها تبعات سلبية، لأن قمع الحريات وكذلك عدم إعطاء المجال للقوات السياسية المعارضة للممارسة السياسية ربما سيخلق ضغوطا كبيرة على القيادة الروسية، وخاصة كانت محفزة ومدعومة من المؤسسات الغربية. هذا من جهة. من جهة أخرى كما قلتم، بالنسبة لأن روسيا لم تعتمد الوقاية يعني السياسة الوقائية بما يخص المنتجات الزراعية وكذلك ربما الأدوية والصناعات الخفيفة، كان هذا مرتبطا بالمدى الزمني القصير، لأن روسيا اهتمت كثيرا بالامور العسكريه واللوجستيه اللي تخص المنظومه الدفاعيه كما ذكرتم، ولكن ادى ذلك الى اهمال كبير، واصبحت معتمده في غذائها وفي صناعتها الخفيفه على المستوى الواردات من وخاصه من المؤسسات الغربيه. وعندما بدات الازمه تتبلور وبدات تظهر جليه، قام الغرب بفرض هذه العقوبات وضرب بالعمق الاقتصاد الروسي. هذا من جهة. هناك أمور أخرى مرتبطة بالعملة، فرجال الأعمال النافذين في روسيا والقريبين من مطبخ القرار السياسي مرتبطين ارتباطا عضويا بالاقتصادات الغربية، وحتى أن التمويل والقروض يأخذونها بالعملة الصعبة من الغرب. فهناك خطأ استراتيجي، وهو أن الطبقة الرأسمالية في روسيا تعتمد الدولار أو اليورو كعملة للتعامل باقتصاداتها واستثماراتها، وأصبحت مرتبطة بشكل مباشر بالمنظومة الاقتصادية الغربية وأصبحت تابعة لها. نعم. سيد أوراق، أنا طرحت لك عليك هذا السؤال لأنه في العالم العربي أو في الجزائر خصوصا هناك الكثير من يأخذ مثلا روسيا كقدوة أو كمثال في تسيير الشأن العام أو تسيير الأمور السياسية، ويأخذون مثلا الرئيس الروسي الحالي السيد فلاديمير بوتين كيعني أنه يعني لوحده أو الشخص الذي
يقاوم الغرب أو الهيمنة أو الغطرسة الغربية اليوم. لكن يعني عندما نقرأ في تاريخ هذا الشخص، شخص بوستين هو رجل يعني في الأصل رجل جهاز مخابرات، يعني لم يخرج من الجامعات الكبرى الروسية أو لم يعني يخرج من الطبقة السياسية الروسية، سواء كانت الطبقة السياسية الشيوعية أو الليبرالية أو حتى الوطنية منها. يعني هل من العادي أن يكون رجل مخابرات يترأس يعني دولة كبيرة كروسيا ويسقط أو يقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها الاتحاد السوفيتي مثلا؟ نعم، بالنسبة لشخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي شخصية يعني معقدة نوعا ما. هو رجل مرتبط بالمؤسسة المخابراتية السوفيتية، وهو كان ضابطا كجيبي. نعم في برلين يعني قبل سقوط الجدار، وكان شاهدا عيانا على سقوط دولته العظمى، وهو وتأثر كثيرا يعني كأي ضابط مخابرات. نعم، كان شاب في تلك المرحلة يعني بداية الثلاثينات، فتأثر. وأنا أعتبر أن ما يعمله الآن ويقوم به هو انتقام نعم في تلك الفترة، ويريد إعادة هيكلة الاتحاد السوفيتي طبعا بشكل جديد للغطرسة الغربية. هناك يعني عامل نفسي شخصي مرتبط بهذا الشخص، والذي الآن ينعكس طبعا سلبيا على الأجواء الأمنية في كل العالم. هذا من جهة. من جهة أخرى، أساس في العالم العربي الذين يحتلون ويريدون الاقتداء بهذه الشخصية والذهاب في نفس النموذج، هذا خطأ فادح. أولا، رئيس بوتين عندما جاء إلى دولة لها قوة نووية ولها مقومات لدولة عظمى، نعم، كل انهيار ربما المؤسسات الإنتاجية ومؤسسات المجتمع المدني، ولكن له ركيزة يعني له ساحة يستطيع أن يستعملها كزخم أولي. إذا تكلمنا في بمنطق الصواريخ يعني كقوة دافعة من أجل تحقيق مساره، ولكن بالنسبة للعالم العربي ليس لدينا كل المقومات. وإن قام أي سياسي بالاعتماد بهذا المنطق سيؤدي إلى بدولته إلى الهلاك وإلى إلى إلى أمور لا تحمد عقباها. سيد أوراغ، في 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 ملف يعني انهيار أسعار المحروقات، وهذا آخر سؤالي في هذا الموضوع، وقد تكون له تبعات أخرى في الموضوع التي سوف نتطرق إليها في هذه الحصة. يعني الصحافة الروسية، أنا قرأت يعني الأسابيع الفارطة الصحافة الروسية وخاصة منها التي تكتب بالعربية والإنجليزية، تقول أن الحكومة أو الكيان الروسي الدولة الروسية مستهدفة من طرف يعني اتفاق سري قد يكون قد أبرم بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لإضعاف روسيا اقتصاديا وجرها إلى يعني الذهاب إلى الغرب و قبول كل شروط الغرب خاصة في الأمور الجيوستراتيجية، بما يعني يكون له الموضوع بأوكرانيا، بجورجيا، بموضوع الغاز، المحروقات وإلى آخره من المواضيع الجيوستراتيجية التي تهم الغرب مع روسيا. هل يعني أنت شخصيا يعني تقتنع بهذا الطرح أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لهم اتفاق سري يعني أدى بانخفاض هذه أسعار المحروقات لضرب الكيان الروسي؟ لا نستطيع أن نقول هناك اتفاق سري، ونحن رأينا ذلك علنا بأن منظمة الأوبك قامت بإقرار بزيادة الإنتاج، والذي أدى إلى تراجع أسعار النفط بالدرجة الأولى، وأثر ذلك سلبا على اقتصاد روسيا التي تعتمد أصلا بعائداتها أو بشكل واضح على عائدات النفط. ليس سرا لأن هناك قرار للأوبك وهناك تصريحات رسمية من تلك الدول التي ذكرتموها ومن دول أخرى. إذن هو اتفاق بين السياسة البيت الأبيض أو المؤطرة في البيت الأبيض، ولكن بتفاهم وبرؤية واضحة من طرف بعض أعضاء منظمة الأوبك بما فيها المملكة العربية السعودية ودول أخرى. ليس هناك شيء سر وكل شيء معلن وواضح في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ليس كذلك يا أستاذ؟ نعم، ولكن كيف يعني ما هي الحالة النفسية للقيادة السياسية والعسكرية الروسية؟ هل هم
يعني دخلوا في حالة حرب سيكولوجية وجيوستراتيجية مع من يريد تحطيمهم اقتصاديا، أم يأخذون الأمر يعني بسهولة أو يعني بغير جدية في رأيك؟ لأنه هناك يعني تصريحات تقول أن روسيا في حرب الآن، تصريحات من الصحافة الروسية. نعم، بعد ما حصل ما قلتم أو ما ذكرتموه بخصوص قرار الأوبك، ظهرت وثيقة مهمة تاريخية في روسيا، وهي أن بوتين غير العقيدة القتالية والدفاعية لروسيا الفيدرالية وأدخل تعديلات، وهي ردة فعل مهمة على ما حصل في أسواق النفط. يعني روسيا مستهدفة في عمقها وفي سيادتها عندما تم ذلك القرار، وبإنزال أسعار النفط وكذلك فرض حزمة أخرى من العقوبات على الاقتصاد الروسي. إذن روسيا نستطيع أن نقول أنها في حالة حرب تأهب، حتى في ليس نستطيع الحرب التقليدية ولكن الحرب المهجنة الحديثة. نعرف أن الحروب التقليدية أصبحت غير قابلة للتجسيد، لأن روسيا هي دولة نووية قوية. نعم، لذلك هناك آليات أخرى لحرب الألفية الجديدة، وهي الحروب الاقتصادية والمرتبطة بالحزومات والعقوبات، وكذلك الحروب المهجنة، وهي نستطيع أن نقول بخلق وإيجاد بؤر توتر داخل روسيا، ربما انفجارات، ربما مظاهرات، ربما ظهور أصوات رجعية سياسية لما يقوله بوتين، ربما تأثير على شخصيات قريبة من الكريملين من الناحية الاقتصادية، لكي يكون الرئيس بوتين في حالة اضطراب وفي حالة الإنسان الذي بدأ يغرق، وهو يجب أن يكون دوما في حالة هستيريا، وهو الأمر الذي نلمسه حاليا. نعم، ولكن لا يجب أن لا نهمل بأن لروسيا مقومات أخرى، وربما ستشكل تحالفات في المنطقة الآسيوية والأوروبية الآسيوية، وجاء ذلك بذهاب الرئيس بوتين إلى تركيا إلى أنقرة. نعم، هناك اتفاقيات مع الطرف التركي بخصوص السياسة الطاقوية، وكذلك إلى الهند وإلى الصين، وكذلك نعرف أن بداية من هذه السنة الجديدة بدأت تعمل مؤسسة إقليمية جديدة، وهي الاتحاد الأوروسيوي الاقتصادي الأوروسيوي. نعم، وكذلك قرقيزيا وطركستان مرشحة للانضمام المنطقة، وهو مشروع يعني كيان اقتصادي. ولكن السيد رمضان أوراق، يعني تحدثت عن السياسة الدفاعية الجديدة، وهذا الذي كان في خطاب الرئيس فلاديمير بوتين حول السياسة الدفاعية الجديدة، هل لك أن توضح لنا الخطوط العريضة لهذه السياسة التي يعني أعرب عنها الرئيس بوتين، وعن التحالفات الجهوية التي تقوم بها روسيا خاصة في إطار الاتحاد الأوروآسيوي وانضمام قرقيزيا كما ذكرتم وأرمينيا في أول جانفي 2015، وزيارة بوتين إلى أنقرة والتقارب مع تركيا؟ هل أولا لماذا هذه التحالفات؟ ما طبيعة هذه التحالفات، خاصة التحالف مع تركيا؟ هل هو تحالف اقتصادي أو قد يكون له جانب عسكري؟ وفي رأيكم هل لروسيا المقدرات الاقتصادية والمالية التي تسمح لها بتسيير أو دعم اقتصاديا مثل هذه التحالفات؟ لأن كل تحالف يعني كما نقولوا بالعامية لازم له دراهم. تفضل. نعم، بالنسبة للعقيدة القتالية أو الدفاعية الجديدة، قد أعلن عليها في خطوطها نستطيع أن نقول العريضة. نعم، وهو الرفع من شدة أو توتر إن صح التعبير باستعمال اللفظ العلمي للدرع الصاروخي النووي، وكذلك الرفع في التنسيق بين كل ما يسمى أنظمة الدفاع الجوية والأرضية وخاصة وكذلك البحرية. تم إطلاق نستطيع أن نقول أو تشغيل أسطول جديد، أسطول البحرية ومن الغواصات يعني الجديدة كذلك. نعم، هناك مركبات صاروخية جديدة تم الفصح عنها جزئيا، لأن الإنسان الذي يكشف عن نوعية سلاحه وما يستطيع أن يقوم به فهذا خطأ، فهو روسيا لم تكشف كل الأوراق، ولكن أعلنت أن هناك
استراتيجية أو عقيدة دفاعية جديدة يجب الاعتماد عنها، وتم التعرف على مركز التنسيق الدفاعي الجديد الموجود في أظن في موسكو أو في جوار هذه المدينة، وتمت زيارات على مستوى عالي لبعض أصدقاء روسيا للتعرف بهذا المركز، لأن الإعلان عن فتح مركز تنسيق دفاعي جديد هذا يعني أن هناك أسلحة نوعية نعم لدى القوات المسلحة الروسية. الروسية، وكذلك هناك بدأت روسيا تحاول تحديد أسطولها في شبه جزيرة القرم، وهذه رسالة موجهة للاتحاد الأوروبي وكذلك للولايات المتحدة بأن شبه جزيرة القرم الآن أصبحت جزء يتجزأ من السيادة الروسية، وجاءت ردود فعل من طرف الخارجية الأوكرانية بشكل شديد عنيف، لأن روسيا بدأت تتصرف في شبه القرم كأنها دولة جزء يتجزأ من قرارها السيادي. نعم. فكل هذه الرسالات وهذه الإعلانات موجهة إلى روسيا، وكانت آخر شيء والذي تم التوضيح عبره وهي والمؤتمر الصحفي الأخير السنوي الذي يعقده الرئيس بوتين كل سنة، ويجمع كثير يعني العشرات من الصحفيين وخاصة من الدول الغربية ويجيب على أسئلتهم، وقال بالحرف الواحد: نحن لا نسمح بالتعدي على سيادتنا. وهذه رسالة موجهة إلى الغرب بأن روسيا في حالة تأهب أمني عسكري جاد، ونحن على أبواب ربما حرب باردة ليس بنفس المعايير التي كانت في أيام الاتحاد السوفيتي، ولكن في سياق الظروف الحالية. والملف الأوكراني أصبح رهينة هذا الصراع. أما ما يخص التحالفات الجديدة التي ذكرتموها بخصوص الاتحاد الآسيوي الاقتصادي أو الأورو الآسيوي الاقتصادي، روسيا ستعتمد آليات جديدة، أما التمويل سيكون تمويل من الدول المشتركة، ليس فقط روسيا نعم. ولكن ستستعمل المقومات الاقتصادية والاستراتيجية لتلك الدول، وهي تقع في مناطق جد حساسة بالنسبة لقرقيزيا طاجكستان وهي قريبة من أفغانستان، ونعرف أن الغرب يريد أن يخلي هذه أفغانستان قريبا، فروسيا لها يعني حسابات دقيقه. اما ما يخص زياره بوتين الى اسطنبول الى تركيا، فهو يريد ان يجعل يعني يفتح الباب لتركيا، تركيا التي اصبحت الان جد مهمه ليس فقط في المطبخ العربي، ولكن جد مهمه في حوض البحر الاسود، وكذلك بالنسبه للجمهوريات التي تعتبر هي تركمانية. نعم، جمهورية تركمانية مثلا، وخاصة ما نقصد أذربيجان. أذربيجان نعم صدر للطاقة، وكذلك هناك عنصر إيران. ففي هذه الحالة نحن نرى أن تركيا أصبحت دولة صناعية وبدأت تنمو بخطوات متسارعة، وهي في حاجة إلى الطاقة. فالخط ما يسمى بالخط الجنوبي الذي بدأ تعثر بسبب الضغط من بروسل على بلغاريا، فتركيا رحبت بأنها ستبدأ في التعامل أو يعني جعل هذا الخط سيكون عبرها، وهي أولا ستقوم بحل مسائل بطابع منزلي أو ذاتي لتمويل الطاقة الحاجيات الداخلية لتركيا. نعم، ولتركيا طموحات كبيرة، وهي تريد أن تكون يعني إعادة اعتبار الإمبراطورية العثمانية ولكن في شكلها الجديد، وبوتين يفهم ذلك، وكذلك تركيا تريد أن تضغط تستعمل هذه الورقة لضغط من أجل المساومات. ونحن نعرف أنه بعدما زار بوتين إسطنبول مباشرة قام بزيارة تركيا مسؤولون رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي للمساومة، يعني أصبح الآن أمام طاولة الشطرنج وكل لاعب يريد أن يستعمل التكتيك والذكاء. أستاذ رمضان الأوراق، في الملف التركي وقلت أن تركيا يعني تلعب المساومة مع روسيا والاتحاد الأوروبي، وخاصة في مشروع انضمام تركيا إلى السوق المشتركة والاتحاد السياسي الأوروبي، هل في رأيكم روسيا والرئيس فلاديمير بوتين قد يقبل يعني بسيكولوجيا عودة
تركيا المهيمنة جهويا، وتكون هذه تركيا أو العثمانية إذا صح القول يعني حليفة لروسيا، يعني مقابل يعني ترك المجال إلى أوكرانيا ودول أخرى التي اختارت أن تتقرب أكثر من الدول الغربية. هل تركيا الآن البديل الاستراتيجي لروسيا لبعض الجمهوريات السوفيتية التي مثل جورجيا وتركيا أو أوكرانيا عفوا التي اختارت علنا المعسكر الغربي؟ هناك في المستوى، يعني أنا فهمت سؤالكم، ولكن هناك اعتبارات أخرى، لأن هناك نماذج، فنماذج التعامل مع دول مثل أوكرانيا وجورجيا هي من نوع من طراز آخر، لأن تركيا هي دولة أهم يعني استراتيجية من أوكرانيا ومن جورجيا، هذا من جهة. نعم. لكن في لب سؤالكم هناك موضوع حساس وهو الترانزيت، يعني إمكانية عبور الغاز خاصة إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الأسواق الأوروبية. في هذه الحالة فإن تم التنسيق في ما توصل إليه في مذكرة التفاهم التي وقعت في إسطنبول حسب اعتقادي، فهذا سيجعل أوكرانيا غير مجدي يعني غير لازمة، فإن الخط الشمالي الذي نعرفه الذي يذهب التقليدي، نعم نعم، وهناك هذا الخط يسمى كذلك خط تركيا كما سماه حتى الرئيس التركي، سيسحب الأوراق الثقيلة من أوكرانيا كدولة ترانزيتية. نعم. هذه الحالة إن تركيا ستفرض أوراقها وأوكرانيا ستخرج من اللعبة في ما يخص بالمطبخ الغاز، إذن فهذه ورقة مربحة لروسيا. مربحة. نعم. لكن ربما تركيا أو روسيا تريد أن تعطي هذه الصلاحيات لتركيا ربما للتخفيف في الملف السوري، ونحن نعرف أن تركيا تدعم المعارضة السورية أو تدعم الخط الغربي للضغط على الرئيس بشار الأسد. في هذه الحالة نستطيع أن نقول أن بوتين كذلك يريد التخفيف من الأوراق الغربية عبر أنقرة على الملف السوري. هذا نعم. كذلك فائدة، يعني هذه نحن نراها، بدأت هذه الأوراق تتضح أمامنا ونحن نتكلم معكم مباشرة، يعني هناك حسابات، هناك مستويات أساسية، مستويات فرعية، ولكل ملف له حساباته. نعم. ونحن نستطيع في حصتكم أن نتطرق لكل حسابات. نعم، لأن روسيا دولة عظيمة ولها تشعبات يعني كثيرة وكثيرة جدا في علاقتها مع دول الجوار ودول العالم الأخرى. آخر سؤال السيد أوراق في موضوع السياسة الدفاعية الروسية الجديدة، هناك يعني مقالات صحفية روسية خاصة تقول أنه في إطار الاستراتيجية الدفاعية الجديدة لروسيا الفيدرالية هناك إعادة انتشار الجيش الروسي وخاصة البحرية الروسية في المياه الدافئة، وهنا نتكلم عن البحر الأسود وخاصة البحر الأبيض المتوسط، ونحن نعرف أن لروسيا قاعدة بحرية في الواجهة البحرية السورية في ميناء طرطوس. هل في رأيك يعني هناك يعني قرار في هذا الاتجاه وهو الذهاب بإعادة فتح بعض القواعد السوفيتية القديمة لصالح روسيا الفيدرالية اليوم خاصة في المياه الدافئة؟ نعم، يجب أن نفهم بأن أي سياسة بطابع دفاعي في العالم عبر العالم نقصد الآن يجب أن تكون مشروع مربح من الناحية الاقتصادية الكلى، لأن النفقة أو دفع الأموال لاحتضان هذه القواعد هذه مبالغ باهظة. باهظة جدا. نعم. تأثير في مجلس الأمن وفي في في المجالس الدولية، ولكن يجب أن نفهم المواطن او الدافع الضرائب في روسيا الفيدراليه بان امواله لن تذهب هباء. نحن نفهم بان عندما نتكلم عن مثلا التقارب العسكري والامني بين روسيا ومصر، نفهم قناه السويس والمندب، هذا المضيق المضيقات يعني المضيق مندب كما معروف، مضيق المندب. نعم نعم. وعندما نتكلم مثلا عن التقارب المهم بين روسيا وإيران، نحن في الملف النووي نحن نتكلم عن مضيق هرمز، عندما فهذه، وعندما نتكلم عن التقارب التركي الروسي نحن نتكلم عن الدردنيل، مضيق الدردنيل والبوسفور، فهي أمور بطابع استراتيجي
يعني له ثمن باهظ. فمثلا مضيق جبل طارق هذا تحت الإشراف المشروع الأنجلو ساكسوني البريطاني، نعم نعم. ففي هذه المعادلات التي ذكرتموها، فإن روسيا الفيدرالية عندما يكون لها تأثير مباشر على هذه نقول الشرايين التجارية والاقتصادية، والتي ستؤثر بشكل مباشر على عملية نقل مثلا للمحروقات، وخاصة مثلا الغاز المميع، ونحن نعرف أن أمريكا تحاول أن تضغط بالغاز الصخري وأن تضغط على غاز بروم عبر نشر توزيع الغاز الطبيعي عبر هذه المضيقات، هذا واضح. فهي تريد أن تضغط على تلك الدول أو إعطاء هدية لتلك الدول التي تراقب تلك الممرات البحرية استراتيجية. نعم. من جهة أخرى، فإن روسيا الفيدرالية بالفعل تريد أن تحاول بناء كيانها الدفاعي، ولكن ما يخص القواعد الحربية أو الدفاعية خارج الحدود الروسية، لم نسمع من القيادة الروسية أي توضيح في هذا الشأن. ولكن تحركات الرئيس بوتين في علاقاته وتحالفاته يعطي لنا صورة واضحة بأن ربما في العقد القادم أو العشر سنوات القادمة ربما ستكون هناك قاعدة في مصر، وأنا لا أستبعد ذلك، ربما ستكون هناك قاعدة واضحة حربية نعم في الشق الأوروآسيوي، ربما في طاجيكستان أو في قرغيزستان، والتي لأن عندما نتكلم مثلا عن مشروع الأوروآسيوي الموحد، والتي هناك عدة دول بدأت تهتم بهذا الشيء، فأي مشروع اقتصادي يجب أن نحميه من ناحية الأمنية. إذن فإن القواعد العسكرية يجب أن تكون في المحيط وتكون منتشرة في الحدود. مسألة نشر القواعد الحربية سيكون تابعا منطقيا لتلك المناورات الاقتصادية والسياسية التي نلمسها ونشهدها اليوم. أذهب بك أستاذ رمضان أوراق إلى موضوع آخر، وموضوع علاقات روسيا في وجهتها الشرقية، يعني مع الدول الآسيوية خاصة الصين. الصين هذه القوة الاقتصادية العظمى، ما يسمى اليوم بمصنع العالم. يعني هناك تقارب روسي صيني كبير وكبير جدا، خاصة في الخمس سنوات الفارطة. شاهدنا هذا الأسبوع يعني وكالات مالية أمريكية يعني تصنف روسيا، تنزل التصنيف المالي الروسي من بي 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 إلى ناقص بي بي بي، وهناك وكالات تصنيف صينية يعني ترفع من تصنيف الائتماني للاقتصاد الروسي. والبنك المركزي الصيني قرر دعم سعر الروبل، وقررت كذلك الصين يعني اعتماد الروبل كعملة صعبة في اقتصادها، ويعني يتم تداولها في الاقتصاد الصيني، وكل المصارف الصينية اليوم يعني تقبل الروبل كعملة تداول، تداولها من العمل الصعبة مثل الدولار الأورو وأخرى من العمل الصعبة. وكذلك هناك اتفاق روسي صيني على أن تكون يعني 10% من التبادلات الاقتصادية الروسية الصينية بالعملات الوطنية، يعني بالعملة الروسية الروبل أو العملة الصينية اليوان. كيف تفسر هذا التقارب؟ هل نشهد الآن يعني بناء مركز قوة جديد في العالم، في شرق العالم، قد يكون يعني هو المركز القوة الذي سوف يعني يكون يعني في التوازي اقتصاديا وعسكريا مع الكيان الغربي؟ نعم، إن صح التعبير ربما نأتي لتوضيح هذه الصورة بما حدث في أستراليا عندما بوتين غادر تلك القمة، قمة العشرين كما تعرفون. نعم، جيفا. أولا، هناك اختلافات أصبحت واضحة وجلية بين روسيا والمنظومة الغربية، لأننا نعرف أن منظومة العشرين هي وليدة المطبخ الغربي بلا شك. نعم.
ومن الأشياء التي تخالف عليها تخالفت عليها روسيا أو المنظومة الغربية وهي قضية آليات التحكم في صندوق النقد الدولي. وروسيا اقترحت أن يجب على بلسان واضح الولايات المتحدة أن ترفع يدها من المسمى بالاحتكار لقرارات صندوق النقد الدولي، ويجب جعل آليات نستطيع نقول بالإجماع أو بالتنسيق مع الدولة المانحة الأخرى. هذا من جهة. إذا نلاحظ أن هناك اختلاف جوهري في ما يسمى بالتعامل النقدي في العالم، ولذلك روسيا تفهم بأن الاعتماد على الدولار كعملة احتياطية عالمية هذا ليس من مصلحة السيادة الروسية ومن مصلحة بناء مستقبل روسيا بشكل آمن، يعني يحفظها من أي تدهورات وإخفاقات في سياستها وخاصة الاقتصادية. ولذلك هي تريد أن تجد جو، يعني نقول مناخ بديل لعملة الدولار، وإيجاد مركز نفوذ آخر للعملة، لأن العملة الاحتياطية التي تعتمد في التجارة الدولية هي أمر جد حساس. ولذلك كما ذكرتم كل هذه المناورات و زيارات متبادلة، وكذلك ما جاء في كلامكم أو سؤالكم يقول بأن أو يفصح لنا بأن روسيا مع دول البريكس، أنا أذكر هنا عن مجموعة البريكس وهي معروفة، يعني هناك البريكس هذا الهند و إفريقيا، جمهورية إفريقيا الجنوبية والبرازيل، نعم البرازيل، وهناك دول أخرى مرشحة لتنضم إلى هذه المنظومة. نقول المنظومة البديلة، فهذه الدول سيكون لها تعامل اقتصادي بشكل ذاتي يعني اوتونوم. نحن نعرف ان من اجل اي تبادل تجاري يجب ان تكون هناك عمله للتبادل يعني كنقد، فهم يريدون اختزال الدولار كعمله احتياطيه دوليه واستبدالها بعمله عملات اخرى بما فيها الروبل والايوان وربما الروبي الهنديه. هذا طبعا سيقضي نوعا ما، سيؤثر سلبا على سمعه، ان صح التعبير نستعمل هذا اللفظ، سمعه الدولار في التداول العالمي. هذا من جهه. من جهه اخرى لكل مشروع اندماجي لكي ينجح يجب ان تكون يعني حسابات ليست دقيقه ولكن موجوده في لدى الباحثين، على الاقل 300 مليون نسمه تتعامل في هذا المناخ او في هذا الوسط الاندماجي. يعني الى حد الان مثلا مشروع الاتحاد الاسيوي والاقتصادي هناك 183 مليون نسمه، ولكن من اجل الرفع الى هذه العتبه، عتبه 300 مليون نسمه، يجب يعني الضم او جلب دول كما نعرف الان في بالنسبه ل طاجيكستان وأوزبكستان، وربما نحن نتوقع ربما ايران وتركيا ستكون دوله مساهمه، ربما ليست عضوه مباشره ولكن تكون مساهمه الى حد ما لبلوره مشروع اندماجي في الشق الاوروسيوي. ويجب ان نفهم نقطه حساسه بان الموارد الطبيعيه والطاقويه والبشريه وخاصه البشريه تتواجد في هذا لدى تلك الدول، لان لو ناتي من ناحيه الدراسه الانسانيه والديموغرافيه فالغرب هناك تراجع يعني في القدرات الانسانيه الابداعيه، هذا الشيء قدرات ديموغرافيه، نعم، والابداع وخاصه في المسائل التي تخص البرمجه والتكنولوجيا العاليه موجوده لدى الهنديين ولدى الصينيين والروس ودول اخرى. فالعامل الانساني نلاحظ ان هناك نرفزه وهستيريا لدى المؤسسات الغربيه وهي تحاول ان تسيطر بجلب العقول الى الغرب، الى المخابر الغربيه، ولكن روسيا تعي بهذه النقطه، فان بدات موجه جديده معاكسه لما كانت تعتمد عليه سابقا وهو جلب العقول وشراء العقول من كل العالم. وهناك طبعا فرع للجوسسه الفيدراليه الروسيه وهي تبحث عن العقول وتستثمر، وخاصه نقصد خريجي المعاهد السوفيتيه السابقه في كل العالم، العالم العربي لافريقيا وحتى في امريكا، فهناك فرق خاصه تبحث عن العقول لاستقطابها الى المشروع الروسي او المشروع الجديد، ولا يكون ذلك الا طبعا باستقطاب مدروس. فهناك الآن نحن الآن على أو شاهد عيان لحرب كونية باردة براغماتية
طبعا ليست بالحروب التقليدية التي كانت سابقا الحرب العالمية الأولى والتي مرت عليها سنة في 1914 وكذلك الحرب العالمية الثانية. نحن الآن في حرب اقتصادية، حرب العقول وحرب المهارات والكفاءات، والتي تقاد وتؤطر بمشاريع اقتصادية جيوسياسية تسيطر عليها الدول النافذة سواء بسلاحها أو باقتصاداتها أو بتكنولوجيا، ربما سياسات جد جذابة مثل مشروع الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد في سياساته الاجتماعية وحقوق الإنسان وكذلك، وربما سياسات تستعمل العامل الديني مثلا، وهناك سياسات تستعمل الغريزة الاستهلاكية. أنا أقصد الولايات المتحدة التي تستعمل الغريزة الاستهلاكية لضرب القيم الإنسانية التقليدية الموجودة سواء في العالم العربي أو حتى في لدى المسيحية الكاثوليكية في أوروبا الاتحاد. هناك صراع، ليس فقط صراع بين المصالح الاقتصادية ولكن صراع بين القيم. نعم سيد رمضان أوراق، ستمحك وسوف نذهب إلى يعني فاصل قصير لكي نعود معك بعد هذا الفاصل القصير لكي نتحدث في موضوعنا الثاني والذي يهم الجزائر وعالمنا العربي، وهي طبيعة العلاقات الروسية العربية في 2015 وخاصة بعد التشعبات الأخيرة التي عرفتها المنطقة العربية بعد الربيع العربي. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير، سنعود معكم بعد قليل. مشاهدينا الكرام نعود معكم في هذا الجزء الثاني مع السيد رمضان أوراق لكي نتحدث معه حول الملف الروسي العربي. أستاذ أوراق، أولا يعني كيف تقيم اليوم بعدما تحدثنا عن العلاقات الروسية الأوروبية الآسيوية التقارب مع الصين، كيف تقيم اليوم العلاقات الروسية العربية وخاصة إذا أقحمنا في هذه المنطقة العربية دولة تسمى بإيران؟ ما هو طبيعة التقارب العربي الروسي في ظل الملف النووي الإيراني؟ تفضل أستاذ. نعم، هو هذا الجزء الثاني من حديثنا هو مشتق للدالة أو الشيء الذي تكلمناه أو تطرقنا إليه في الجزء الأول. مصالح روسيا هي قبل كل شيء مصالح القومية والإمبراطورية، فروسيا تستعمل الملف الإيراني النووي كورقة للضغط على مصالح الولايات المتحدة، وخاصة نحن نفهم أن المشروع النووي الإيراني هو يهدد أمن الدول الشريكة أو الصديقة لواشنطن في المنطقة، إذا فهي بجانب الملف بطهران وتريد المساومة على الملف من أجل حل مسائلها، وخاصة الملف السوري، هناك ملفات أخرى مرتبطة بهذا الملف الإيراني. وكذلك نحن وجدنا أن في الأيام الأخيرة أو الأشهر الأخيرة بدأت تتبلور فكرة بأن إيران بدأت يعني تجد حل، يعني وجد حل ولو انتقالي مع الولايات المتحدة، ستباشر في ممارسة الأبحاث و توليد الطاقة السلمية بضمانات، طبعا هناك هذه ضمانات روسية ربما صينية غير باطنية. إذا كانت هناك اتفاقيات وحتى في أظن في بلد من الخليج العربي، ولكن روسيا ربحت هذه الورقة لأن أعطيت مهلة، وهناك تلحلح أو نستطيع أن نقول رؤية واضحة في هذا الملف. إذن فنرى أن الدبلوماسية الروسية نجحت في شق الملف النووي الإيراني. نعم، ولكن يعني عن العلاقات العربية الروسية مثلا إذا تحدثنا عن الملف السوري وتشبت القيادة الروسية ببشار الأسد كرئيس لروسيا والدعم العسكري واللوجستيكي التي قدمته روسيا إلى نظام الأسد، هل تظنون انه في ظل التقارب الروسي التركي وفي ظل يعني ضعف قيمه الروبل، يعني انهيار قيمه الروبل وانهيار الاقتصاد الروسي المرتقب بعد انهيار اسعار المحروقات، هل سوف يعني تترك في رايكم روسيا
نظام الأسد إلى أموره، يعني هل المساعدات الروسية لسوريا سوف تنقص في السنوات القادمة، أو يعني الملف السوري بالنسبة لروسيا هو ملف استراتيجي في رأيك؟ وطبعا الملف السوري لموسكو هو ملف استراتيجي. يجب أن نفهم نقطة بأن موسكو لا تدعم شخص بشار الأسد، ولكن تدعم مشاريعها ومصالحها في المنطقة، وخاصة كما ذكرتم في سؤالكم سابقا في هناك طرطوس أو ما يحد بجهة البحر الأبيض المتوسط لسوريا، هناك مصالح، لأن تلك القاعدة هي قاعدة استراتيجية لروسيا للضغط على المناورات الغربية، فهي لا يهمها شخص بشار الأسد، ولكن التركيبة السياسية التي هي معادية للمصالح الغربية ومعادية للمشروع الثوري داخل سوريا هي التي تتمسك به روسيا، أو بالأحرى بوتين. فإن ورقة بشار الأسد كشخص ربما تستبدل بورقة أخرى من نفس العجينة في النظام السوري. فروسيا روسيا متمسكة بهذه النقطة لأنها تعتبر نقطة مرجعية لحساباتها في الشرق الأوسط، فإن ذهب منها الملف السوري فروسيا تكون قد خسرت خسارة كبيرة. وهناك توقعات بأن الملف الأوكراني جاء عقب الأزمة السورية كورقة للضغط على روسيا من أجل المساومة على الملف السوري، هناك دراسات في هذا الوضع. إذن بالنسبة لروسيا كان الملف السوري هو ملف مصيري. كيف تقيم السيد أوراق الملف العلاقات الروسية المصرية، يعني خاصة في بعد الانقلاب الذي شهدته مصر والقيادة العسكرية الجديدة القديمة التي بقيادة اليوم عبد الفتاح السيسي؟ الكثير يقولون أن السيسي هو عميل الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، أو هو يعني وليد يعني الجهاز الجيو استراتيجي الغربي في المنطقة وخاصة في جمهورية مصر العربية، ولكن بعض المحللين الآخرين يقولون أن للسيسي توجهات روسية خاصة في المجال العسكري. يجب أن نفهم نقطة أخرى كما ذكرتم، كما جاء في سؤالكم سابقا بأن هناك اتفاقية سرية بين الولايات المتحدة ومنظمة أوبك، وقلتم بأن هناك تصريحات لا يجب أن نعتمد هذه ما يسمى نظرية المؤامرة. فالأمور واضحة بالنسبة لمصر، مصر الجديدة إن صح التعبير بين قوسين. فالسيسي يعتمد أساسيا على التمويل من دول الخليج العربي لإعادة تشغيل المنظومة الاقتصادية، وكذلك شراء الأصوات والإعلام والتمكن من مصر بأموال تأتي من دول الخليج العربي، يعني الإمارات العربية المتحدة وكذلك المملكة العربية السعودية، والتي أظهرت وأدرجت الإخوان المسلمين والذين كانوا سابقا لدى السلطة كتنظيم إرهابي. كتنظيم إرهابي، نعم. هذا من جهة. من جهة أخرى نعرف أن هذه الدول هي صديقة ولها علاقات وطيدة مع البيت الأبيض، إذا نفهم بأن السيسي مرتبط عبر هذه الآلية التمويلية بالقرار الغربي. هذا من جهة. من جهة أخرى هو يفهم بأنه لا يجب أن نضع البيض في قفة واحدة أو سلة واحدة، يجب توزيع هذا البيض على عدة سلات، وهو كذلك راهن على الدعم الأمني أقصد الأمني والعسكري من طرف روسيا الفيدرالية، وهي استطيع نقول تقليد وعقيدة موجودة لدى الجيش المصري أيام جمال عبد الناصر، وهناك طبعا تقاليد أمنية عسكرية موروثة في الجهاز العسكري. هل هناك يعني اتفاقيات عسكرية جديدة لتوريد السلاح الروسي إلى الجيش المصري، يعني قد أبرمت؟ نعم، هناك زيارة إلى سوتشي للرئيس سيسي وإلى روسيا الفيدرالية، وحسب ما قرأناه في الإعلام الناطق باللغة الروسية هناك اتفاقيات وهناك مذكرات تفاهم للتعاون العسكري. يعني عندما نتكلم عن التعاون العسكري يعني أن هناك صفقات لبيع السلاح والتكنولوجيات، وكذلك ربما للتنسيق حتى الأمني.
في ذلك السياق. إذا كان من الغباء أن لا تستثمر روسيا الفيدرالية عبر جهازها المخابراتي هذا الملف المصري لكي تتمكن من المنطقة وتنشر قواتها الأمنية وكذلك ربما الوحدات لها بطابع استخباراتي، ليس فقط من ناحية الأمن وكذلك حتى من ناحية الاقتصادية. ونحن نعرف أن مصر هناك تعامل معها مع أوكرانيا في المجال الطاقوي وربما ستؤثر عليها لكي تضرب المصالح الأوكرانية التي، ولاحظنا هذا الشيء لأن كل الوسائل المتاحة إن كان ذلك يتعلق بمصير روسيا ومصيرها المستقبلي. سيد رمضان أوراق، قلتم يعني في السابق أنه أنتم لا تستبعدون أن تفتح يعني قاعدة بحرية عسكرية روسية في واجهة بحرية، يعني ما الذي يدفعكم بالقول مثل هذا الكلام؟ وهل تظنون أنه نظام السيسي الجديد والذي دعمه الغرب دعم انقلابه وسكت على يعني كل ما يعني أعماله التي أعماله الإجرامية ضد الإخوان المسلمين أو المتظاهرين السلميين في القاهرة ومدن أخرى في مصر، هل سوف يقبل الغرب مثل هذه المعادلة الجديدة إن حدثت؟ ليس أمام الغرب خيار لأن روسيا هي قوة لها نقودها، هذا من جهة. من جهة نعرف أن هناك مشروع الدولة الإسلامية والذي بدأ يهدد الأمن الروسي، ونحن رأينا هذه الإعلانات وهذه التصريحات. وكان من الغباء أن لا توثق أن روسيا لا تستثمر علاقاتها الحسنة الجيدة مع السيسي لربما نستطيع أن نقول أن تبني قاعدة حربية بالمغزى أو بالسياق الكلاسيكي كما نعرف، ولكن ربما تكون هناك جهاز لإدارة الأزمات والاستطلاعات عبر القوات المسلحة المصرية، يعني ربما خبراء روس يحركون الآلة العسكرية المصرية لخدمة المصالح الأمنية الروسية وخاصة في مشروع حتى مثلا ما يسمى بالدولة الإسلامية لكي تكون قريبا من ما يحصل هناك في المنطقة من التجسس ودراسة وخرائط أو إيجاد آلية من أجل الحفاظ على أمنها، يسمى التنبؤ لما ربما سيحصل لاحقا، التنبؤ الأمني، ذراع الأمن في المنطقة. نعم، نأتي الآن سيد أوراق إلى الملف الذي قد يهمك شخصيا ويهم المشاهدين الكرام خاصة في الجزائر، وهو عن طبيعة العلاقات الروسية الجزائرية. هناك علاقات تاريخية مع الاتحاد السوفيتي حتى أيام الحكومة المؤقتة يعني قبل استقلال الجزائر، هناك اتفاقيات عسكرية عديدة، زيارة بوتين في 2006 إلى الجزائر، إمضاء اتفاقية استراتيجية ما بين الجزائر وروسيا، وتوريد السلاح بكميات هائلة وخاصة بنوعية تكنولوجية هائلة. نعرف أنه مثلا منظومة الدفاع الجوي S-200 وS-300 قد وردت إلى الجزائر ووردت إلا إلى الجزائر والهند، وقرأنا تقارير صحفية في الأيام الفارطة في الصحافة الجزائرية والصحافة الأجنبية تقول أن وزارة الدفاع الجزائرية تريد شراء آخر منظومة الدفاع الجوية S-400. يعني نعم، هل يعني أولا هل هذا صحيح في رأيك، وخاصة هل تكلمت عنه الصحافة الروسية أو مصادر رسمية روسية؟ وما هي، كيف تصف لنا طبيعة العلاقات الروسية الجزائرية خاصة في إطار الاتفاق الاستراتيجي الذي أمضي بين الجزائر وروسيا؟ يجب دوما ننطلق من منطقة المصالح الروسية في المنطقة. نحن نرى أن هناك ثورة مضادة في منطقة الربيع العربي كما تعرفون. نعم. وروسيا استثمرت الثورة المضادة وبدأت تمكن وتوثق علاقتها مع القيادة السياسية الجديدة وخاصة مثلا تونس. ففي تونس هناك تواصل مباشر الآن، وكان زيارة لأظن وزير خارجية يعني مؤخرا إلى روسيا وأكد على التعامل مع تونس التي تعتبر مهد الربيع العربي، يعني فقط أريد أشير لوضح الرؤية للمشاهد الكريم. ونفس الشيء حصل مثلا في مصر كما جاء في سؤالكم الذي سبق ذلك. أما بالنسبة للجزائر، يجب أن نفهم أن الجزائر هي دولة بمقوماتها الحقيقية الشعبية والثروات الباطنية وموقعها الاستراتيجي على في حوض البحر الأبيض المتوسط، يعني هي جنوب الاتحاد الأوروبي، هي موقع استراتيجي وهي بوابة لإفريقيا
من ناحية التواصل يعني اللوجستي، وخاصة التجارة وكل ما يربط ذلك والأمن كذلك. كان من غباء روسيا أن توثب علاقتها مع الجزائر من أجل يعني الصد للمشروع الأمريكي الفرنسي مثلا، إن صح التعبير. نعم. بالنسبة لي. ففرنسا هي عضو في حلف الناتو، فرنسا أصبحت يعني تطبل مع الولايات المتحدة في كل الشأن الذي يخص فرض العقوبات على الاقتصاد الروسي، والتي وفرنسا الآن بدأت تهدد بوقف التعامل العسكري، وخاصة بخصوص الحاملة للمروحيات، تعرفون هذا المستر. نعم. المشروع المشترك يعني فرنسا الروسي الفرنسي. نعم. رفضت. نعم. الحكومة الفرنسية تسليم هذه البخرة الحربية. نعم. في الشق الآخر، ولذلك هناك الآن تنافس باطني بين روسيا والمنظومة الغربية على رأسها فرنسا في الملف الجزائري، من أجل جلب الجزائر كحليف أمني استراتيجي لها في المنطقة لتواكب تلك المعادلات التي ذكرناها سابقا. يعني هل تظنون سيد رمضان أوراق أن الاتفاق الاستراتيجي الذي أمضي بين الجزائر وروسيا قد تكون له في يعني منظور النظام الجزائري تكون له الأسبقية أو الأولوية على يعني التقارب الجزائري الغربي وخاصة الجزائري الفرنسي الجديد والذي شهدناه بعد فتح المجال الجوي الجزائري للطائرات الفرنسية والطائرات الناتو لكي تتحرك في شمال مالي؟ أنا فهمت سؤالكم، وأنا كجزائري يعني بعيد عن لم يعني أذهب الجزائر لمدة طويلة، ولكن أتابع الملف الجزائري عن كثب. فالنخبة الجزائرية وخاصة النخبة في جسم القوات المسلحة، القوات المسلحة الوطنية، فهي هناك عدة فرق يعني عدة مكونة. هناك من تدرب وتعلم في فرنسا والولايات المتحدة، وهناك من يعتبر خريجا من الاتحاد السوفيتي وله ارتباط مباشر مع المنظومة السوفيتية والروسية إن صح التعبير. فالكادر، فمن يؤكد وهو الكادر، فروسيا تريد أن تجلب الكوادر الروسية وخاصة التي لها القرار وخاصة الخبراء من أجل الترويج للسلاح الروسي وهناك فريق آخر معادي داخل القوات المسلحة وهو يريد تمرير الأوراق المربحة لفرنسا والولايات المتحدة. في هذه الحالة نحن اقتصاديا أنا أقصد البنية التحتية الاقتصادية مرتبطة بفرنسا على حكم الاستعمار الذي كان سابقا، ونحن يعني كل المعايير الاقتصادية ولغة التعامل والدبلوماسية مرتبطين بالمدرسة الفرنسية. ولكن من الناحية الأمنية نحن إلى حد الآن في المنظومة الدفاعية الجزائرية في حالة تطور، في حالة معالجة وحالة بناء مستمر، فلذلك روسيا تريد أن تأخذ المبادرة وتجعل المنظومة أو العقيدة التكنولوجية أو العقيدة التدريبية مرتبطة بروسيا. هذا فقط لأن هذا سوق، لأن الشراء بيع الأسلحة والتعامل العسكري هذا سوق مثل أسواق النفط وأسواق الأسواق الأخرى. يعني سيد أوراق، نعم. أن تكون الجزائر من أهم يعني زبائن روسيا في المجال التسلح، الجزائر والهند حصلت على أسلحة متطورة من طرف روسيا لم تتحصل عليها دول أخرى مثلا مثل إيران مثلا، كيف تفسر هذا؟ يعني أن هناك اتفاقيات غير معلنة وهناك تداول مستمر بين روسيا والقيادة العسكرية الجزائرية أو مع بعض النخب الجزائرية لتوثيق العلاقة بينهما. ونحن أفهم بأن الجزائر لم تقل كلمة الأخيرة رغم كل الفساد الذي نقرأه في الجرائد الوطنية ورغم تلك الفضائح التي تباغتنا من حين إلى آخر. فأنا واثق بأن الجزائر وخاصة النخبة الجزائرية وهي متشعبة، يعني نحن ثقافتنا يعني الخبراء الذين درسوا في الغرب والذين درسوا في الاتحاد السوفيتي أصبح هناك تنافس بين المدرستين. إذا الجزائر الآن على مفرق الطرق، من سيأخذ المبادرة ومن سيتحكم في أنا في الملف طبعا العسكري، النخبة التي تدربت وتعلمت في الاتحاد السوفيتي السابق أو النخبة التي ارتبطت بالمؤسسات الغربية؟ ولكن للأسف
القيادة السياسية مرتبطة بالغرب، ولذلك لها نستطيع أن نقول لها الأسهم الثقيلة مثل الشركة التساهمية. نعم. فما يسمى القرار السياسي الذي يرتبط بقضية يعني جعل المنظومة العسكرية مرتبطة بها فيما يخص التداول والتعاون موجودة لدى الغرب بارتباط سياسي مع المؤسسات الغربية. ولكن أنا أؤمن في حال أن المجتمع المدني في الجزائر وأن الخيارات السياسية بدأت تتطور، فإن النخبة التي درست في روسيا ولها تطلعات ضد الغطرسة الغربية ستتغلب على الكفة الغربية، وأنا واثق من ذلك. في مجال توريد السلاح السيد أوراق، يعني في عن الصفقة التي يقال عنها قد تبرم في الأشهر أو السنوات القادمة عن المنظومة الدفاعية الجوية S-400، هل هناك من أخبار؟ بالنسبة لهذه المنظومة ليست هناك، لأن هذه الأمور لها طابع سري. طبعا هناك نشر لأخبار فقط من أجل التمويه أو تمرير المشروع الإعلامي، لأن نعرف أن الجرائد والتلفزيون أو وسائل الإعلام هي وسائل تريد أن تنمو من يسمى في توزيع الأخبار، سواء كانت موثوق منها أو غير موثوق. فلن تورد، لم نقرأ يعني بشكل رسمي عن أن منظومة الدفاع S-400 ستذهب إلى الجزائر، ولكن أنا أثق بأن الجزائر أن روسيا لن تتفرد في الجزائر، لأن هي موطئ قوة ضد الغطرسة الغربية. في حال أن الجزائر والقيادة السياسية استثمرت الصراع الروسي الغربي بشكل يفيد المصالح الجزائرية، فتكون هذه الحكمة في إدارة الأزمة أو إدارة الشؤون الجزائرية، مثل ما الآن نستطيع أن نقول تعمل بعض الدول، فهي تراهن على مثلا بالنسبة لأوكرانيا في الصورة المعاكسة، مثلا أوكرانيا تريد أن تستثمر الصراع الروسي الغربي لمصالحها، فهي تراهن على من سيقدم لها الأكثر. ولذلك يجب على الجزائر أن ربما تحاول أن تستثمر لمصالحها القومية والوطنية باستغلال الصراع الروسي الغربي. في آخر سؤال في الموضوع العلاقات الروسية الجزائرية، يعني شهدنا في الأشهر الفارطة يعني سقوط بعض الطائرات الحربية الروسية من نوع الميغ ونوع سوخوي في السماء الجزائرية، حيث كانت هذه طائرات الجيش القوات الجوية الجزائرية في مهمات استطلاعية وتدريبية. يعني ظهرت بعض الأصوات في الصحافة الجزائرية تقول أنه روسيا تبيع لنا الخردوات وطائرات غير صالحة للتدريب ولخوض حروب، والدليل على أنه كل 6 أشهر أو كل 8 أشهر تسقط طائرة حربية من صناعة روسية. نطقت بعض الأصوات الأخرى قالت أنه ما يجري من سقوط هذه الطائرات هو ملف يعني جد حساس، وهي إرادة من بعض يعني الأطراف العسكرية التي قد تقول وصفتها بأنها خريجة المدارس العسكرية الغربية والفرنسية خاصة منها، يعني تروج لهذا الموضوع لكي تدفع بالجزائر إلى شراء يعني استبدال طائرات الحربية الروسية بطائرات حربية فرنسية مثلا من نوع الميراج والرافال. يعني ما مصداقية هذا الكلام في رأيكم، و هل لكم أن تعطوا للمشاهد الكريم الجزائري الرؤية الروسية للجزائر، يعني كيف يعني ترى روسيا الجزائر في يعني اقتصاديا وعسكريا؟ نعم، بالنسبة لسقوط الطائرات ذات روسية الصنع في السماء الأجواء الجزائرية يعتمد على عدة عوامل. هناك العامل البشري، ربما الكادر لم يكن مهيئ، ربما لأن هناك تراجع في المنظومة التربوية والتكوينية في المدارس الجزائرية وخاصة من فيها العسكرية، هذا عامل ربما باحتمال 10%. الاحتمال الآخر أن كما جاء في سؤالكم هو، وأنتم أجبتم على هذا السؤال بطريقة غير مباشرة، ربما هناك تنافس بين المدرستين السوفيتية السابقة والغربية، وهي محاولة للضرب المصالح الروسية في الجزائر، وهي عملية خاصة من أجل جعل القيادة الجزائرية لا تذهب في الخيار الروسي، لأن الطائرات تعتبر غير آمنة وهي تسقط، ولذلك نستطيع أن نستعملها كوسيلة للدفاع الأمني القومي. وأنا أظن نحن نعرف أن السلاح الروسي هو سلاح نافذ وله
جودة عالية وهو بشهادة من الغرب نفسه. في هذه الحالة يجب أظن أن تشكيل لجنة تحقيقية يدخل فيها الخبير الروسي والخبير الغرب وكذلك الخبراء الجزائريين من أجل التحقيق في هذا الأمر. يعني نفس الشيء، أي سقوط أي طائرة يجب أن يكون هناك ملف تحقيقي لمعرفة الأسباب. ونحن نعرف إن كان ذلك طبعا يخدم الغرب بأن السلاح الروسي غير آمن، فنحن نفهم بأن لن يقوموا، يعني القيادة السياسية المرتبطة التي تتواجد تحت السيطرة الغربية، ونحن نفهم أن الجزائر هناك سيطرة من طرف فرنسا خاصة، نحن سنفهم أن هذه اللجنة لن تعطي الأجوبة النزيهة. أما بالنسبة لرؤية روسيا إلى الجزائر، فهي روسيا الفيدرالية تنظر إلى الجزائر كأنها دولة ربما ستكون دولة حليفة لها من أجل الصد الغضرسة الغربية في تلك المنطقة، وكما نعرف بأن إفريقيا، لأن الجزائر هي بوابة لإفريقيا، في حال أن هناك توثيق علاقات صداقة بطابع استراتيجي مع الجزائر، هذا يعني أن لروسيا سيكون لها مستقبل لاستثمار الأسواق الإفريقية والاستفادة من الموارد الإفريقية لإعادة تشغيل اقتصادها الوطني، وكذلك من أجل التسويق لأسلحتها ولمنتوجاتها. ونعرف أن روسيا الآن بدأت تذهب إلى مرحلة جديدة، وهي التصنيع التكنولوجي العالي المستوى، وخاصة في مجال التواصل الكوميونيكيشنز، وكذلك البرمجة، وكذلك الأمور التي تخص صناعة السيارات وصناعة الحافلات وما شابه ذلك. فإفريقيا تدرس من طرف الساسة أو الاستراتيجيين الروسيين كسوق تسويق جد مهم ومربح. فالجزائر، أنا أعتبر الجزائر هي الدولة المهمة الأكثر أهمية في القارة الإفريقية وفي حتى في الوطن العربي، لأن سمعة الجزائر وتأثير الجزائر على العالم العربي والثورة الجزائرية 54 معروفة لها سمعتها الخاصة، لأن من يمسك بيد الجزائر، أنا أقصد الجزائر كوطن وليس نظام أو طرف آخر مثل الجيش أو رجال أعمال الوطن، الجزائر كدولة، فسهو سيكون له مستقبل في إفريقيا وفي العالم العربي. أستاذ رمضان أوراق، كنت معنا من العاصمة الأوكرانية كييف عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لقبولك هذه الدعوة ولكل هذه التوضيحات السياسية والدبلوماسية والاستراتيجية التي قدمتها لنا والمشاهد الجزائري عبر حصة الموعد السياسي. شكرا جزيلا لك أستاذ أوراق، المشرف على مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية، بارك الله فيك على هذه المشاركة، ونتمنى أن نلقاك إن شاء الله في حصص أخرى من حصص الموضوع أو الموعد السياسي. مشاهدينا الكرام، كنتم معنا اليوم في حصة الموعد السياسي، والتي استضفنا فيها الأستاذ رمضان أوراق، الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية الروسية. نتمنى أنكم قد استفدتم من هذه المعلومات القيمة، والتي قد يعني تفيدكم في فهم ما يجري في عالمنا اليوم، وخاصة في طبيعة علاقة روسيا مع العالم اليوم، مع أوروبا وآسيا، وخاصة عالمنا العربي. نتمنى أن نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في ملف سياسي واقتصادي يهمكم ويهم المنطقة العربية إن شاء الله. إلى ذلك الوقت، أعدنا الله وإياكم من حكم العسكر. سلام الله عليكم.